مرحبا. أشجار نخيل الساقو بعكس أشجار النخيل الطبيعية المشهورة بارتفاعها، فهي بتتميز بالنمو البطيء وقصر طولها، وهي من النباتات المنزلية اللي ما بتحتاج لضوء شمس مباشر. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون ربيعي دافي وصحو بشكل عام، مترافق مع ظهور بعض السحب المتفرقة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة فعم ترتفع، حتى عم تصير أعلى من معدلاتها بحوالي 3 ل 5 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. وبالنسبة للرياح عم تبقى متقلبة لجنوبية شرقية بين خفيفة والمعتدلة، سرعتها عم توصل ل 8 كيلومتر بالساعة. الرطوبة عم تتراوح بين 40 و70%، أما البحر فعم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 21 درجة. رح نتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم يكون جونا غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 14 والعليا 29. أما كيف عم يكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح نتقل سوا لنشوف. بالسويدا بالجنوب طقسنا عم يكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة درعا بين 14 و31 درجة. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 11 العليا 26. بالمنطقة الوسطى بحمص وحماه طقسنا عم يكون غائم جزئيا بشكل عام، ودرجات الحرارة بحمص عم توصل لل 29 وبحماه لل 30. كيف عم يكون الجو على البحر بطرطوس واللاذقية رح نتقل سوا لنشوف. عم يكون غائم جزئيا مثل كل المناطق، ودرجات الحرارة باللاذقية عم توصل لل 24 وبلواء اسكندرون لل 25 درجة. أما بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب فطقسنا مكفي غائم جزئيا بشكل عام، ودرجات الحرارة عم تتراوح بحلب بين 14 و28 درجة. ضل أخيرا ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. بالرقة جونا عم يكون صحو مشمس، ودرجات الحرارة عم توصل ل 28، وبالحسكة درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 15 العليا 31 درجة، والطقس عم بيكون قليل الغيوم. أما أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم توصل ل 32 درجة، وطقسنا مكفي غائم جزئيا. هي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انتروني بكرة. باي.